لم يفوت الصرب الفرصة، فأعلنوا الحرب على الدولة المستقلة حديثاً ذات الجيش المتواضع، فشرعوا في تطهير مناطقهم من المسلمين عبر القتل والاغتصاب والتهجير. الأمر نفسه فعله الكروات في مناطقهم. وفقاً لبيانات الأمم المتحدة، اغتصبت الميليشيات الصربية 12,000 امرأة على الأقل، وقتلوا أكثر من 60,000، أكثر من نصفهم من المدنيين العزل. كانت كل تلك الانتهاكات تتم تحت سمع وبصر أوروبا التي اكتفت بالمشاهدة. وفي 9 من تموز يوليو 1995، يستيقظ العالم على مذبحة سربرينيتسا المروعة 8,000 مدني أعزل، بينهم آلاف النساء والأطفال، قتلوا في وضح النهار تحت أعين العالم. كنت قد تلقيت دعوة من الرئيس شيراك لزيارة فرنسا، كنت أسرع للحاق بالطائرة عندما بلغني أن سراييفو تحاول الاتصال بي لأمر عاجل. الصوت في الهاتف أخبرني أن قذيفة ضربت سوق ماركال في المدينة وأن هناك خسائر كثيرة. في السفارة الأمريكية طلب مني المبعوث الأمريكي للسلام في البوسنة تلقي الهاتف. أتاني صوت نائب وزير الخارجية الأمريكي تالبوت، قال لي: من فضلك واصل التعاون مع السفير هولبروك من أجل السلام، أتفهم مشكلاتك، لكن أؤكد لك أن عدوان الأمس على سوق ماركال لن يمر دون عقاب، سوف نشن غارات جوية على مواقع الصرب. إيزربيغوفيتش مني كاسني غوريو غوريو داي بيو نا نا ايموتيفا نا. أخبرني عزت بيغوفيتش لاحقاً أنه مرتبط عاطفياً بيوغوسلافيا، وبصفته مسلماً شعر أن هذا الانفصال لن يكون جيداً بالنسبة لنا. يعيش معظم المسلمين في البوسنة والهرسك، ولكن كان بعضهم في صربيا والجبل الأسود وكوسوفو ومقدونيا وكرواتيا وسلوفينيا. في حالة التقسيم في يوغوسلافيا سيتم تقسيم المجتمع المسلم إلى أجزاء صغيرة. في غضون ذلك اكتشف علي عزت بيغوفيتش اجتماعاً سرياً لميلوسيفيتش وتوزمان في منطقة الصيد الحدودية كارتشورتشيفو، حيث تم اتخاذ قرار بشأن تقسيم البوسنة والهرسك بين صربيا وكرواتيا. أخبرني آخر رئيس وزراء يوغوسلافي أنتي ماركوفيتش عن الترتيب السري، وكتبت عنه في كتابي ذكريات علي عزت بيغوفيتش. الحزب الديمقراطي الصربي والاتحاد الديمقراطي الكرواتي في البوسنة والهرسك كانا تابعين للهيئة الأم في صربيا وكرواتيا. Bile su produžene ruke njihovih matica u Srbiji i Hrvatskoj, kao što su i danas.